نبتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. اسمع اسمع انك تشيل هواء هاي صعب والله. انا بتقدر بس ال 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 الهم انه تشيله بايش؟ ايش الشيء اللي تقوله؟ ايش الشيء اللي تقوله؟ يا اخوان مش كانه الشمس شويه تلسع؟ لا ما في اخوان، في اخ واحد. اذا يا حبيبي عبد الله إيه الشمس مو كانها تلسع. شو نسوي لك يعني؟ نجيب لك شو نسوي لك؟ يا الهي انت ربي. اول مره تجلس في الشمس انت؟ ها؟ اول مره تجلس في الشمس؟ ما انت بشمس جدا انت. ايه شمس انا حقيقيه. طيب ما ادري عنك ايش سالفه منك السؤال ذا يا اخي. صح. لا بس اللي يعني متخليني كذا محطي علامة استفهام كبيرة انه إيه؟ النار قدامك قدام في حرارة. اي نعم. اي هذا لا. انت بصاحي انت. انت بصاحي. يجيك علم النار هذه ليش؟ هذا من زينة الجلسة يقول لك النار. اعطوا بدو. هذا جلسة زينة الجلسة تفلسف عليك. الله اكبر. جاي فاضي؟ فاضي الغالي؟ جاية. وش اللي جاية؟ الموية وين؟ كل شيء صدق عليك بردان تسال هيثم هدية صرصور راح يصلحك انا بخوف هيثم استهبل انت تخيل يجيب صرصور معي لا لا شيله 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 غريب هيثم شيله عشان لا اسخط لك والله ما ادري شيله عشان لا اسخط لك ما ادري مو بزين مو بزين لا عادي سلمان مو بزين والله شوف رجوله كيف شيله شيخ شلته مو بزين مو بزين اسالك بالله مو في ظهري ولا وين رايح انت؟ رايح زواج؟ اوه العب اوه العب حارة ها؟ والله حر مع النار ايه معلش تحملوا اليوم بس اليوم هي حرارة فيها شوف اوه سلام بالله فين رميت؟ فين رميت يا باهلي؟ سام فين رميت؟ بعيد بعيد اسألك بالله الله بعيد خلاص لا عشان نطمن عشان ما نأذيها ولا نموتها الله عليك الله عليك ضاف رقم اثنين ايه سلام يلا حيهم جلسة بطل اليوم اي والله اشرب على ثلاثة الله يرضى عليك لا تجيك عين لا لا اشرب على هذا اول شيء اختبار اشوف هم زين ولا لا ترى عشان يقول لك والله في يصير مشكلة في الكبد لا سمح الله يا عيال ابغى اسألك اي والله فاشرب على ثلاثة من اللي بيحضر الحفل الختامي منكم؟ ما في شيء ليش؟ تستهبل دقيقة قطع الموضوع من بيحضر مش؟ الحفل الختامي لا لا أنا يمكن ما أحضر تستهبل أنت عبد الله اللي أنا عندي مهرجان عبد الله أي أنا عندي حفل أنت على كام قوات العقلية يا حبيبي واضح أنك كنت زين أنت لا أنا اشتريت تذكرة من الأستاذ الجوني تذكرة لك؟ إيه هلا أرحب تذكرة لك؟ إيه سبحان الله الأخ ضيف ولا ايش؟ شلون انت علمتوهم شيخ مندي انكم تشون؟ كيف؟ علمت شيخ مندي انكم تشون؟ ما علمت ولا احد انا يمكن عشان الشباب الله حيه عشان يعطي الشباب انا حبيب محمود اول مره تسوق ما شاء الله شوي لا لا عطنا الشيخ هنا عندك الشيخ رتب معه شيخ الشيخ الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله يا ربع صحيحكم شباب ترى اليوم يعتبر من اهم الايام اللي تجني فيه نقود اليوم ايش بدي فركز اليوم انا بريت عبود بريت اليوم اي جهز اي ما يا اخي ما فهمت يا اخي يا حبيبي تجهز فكره منالوج عباره عن منالوج مثلا يا اخوان وبريت بريت انا اشتغلني فيه ما انا موجود انا هذا الكلام ها ما انا موجود انا اوف هذا سالني ليش لا شو ما تحرق الفرشه هذا سوي تحت ايدي تحت تحت خلي تحت ايوه دفو هذا الكلام انت اول حط فاضي بعدين صب مويه فوق حبيبي انت شكرا يا حبيبي اكيد الحركة هذه هذه عشان يتبخر الماء اقول لك فايش كنا نقول ايه الوبريت الوبريت نتكلم مثلا عن موضوع فلنفترض انك تتكلم عن موضوع الطفل مثلا تمام جبت لكم موضوع شمال عشان ما تقولوا هيثم غششنا أوه. طيب والله لا يمكن تسوي اشياء اناشيد على الطفل الشاهد فانشادك المنشدين يسووا حركه مسرحيه لازم ويساندهم الممثلين بحركه برضه تمثيل بحركه تمثيل اها فاهم يعني يعني كانه يعني جوده مصوره اي ما تنشد آه. اقدر مثلا انا انشد حلو مثلا وانت تمثل انشد وانت تمثل
ويمديك الحوارات اللي بينكم تصير عن طريق ملحنة، وكويس لو كان فيها بلاي باك. يعني مثلا اقول لك يا اخوان والله اخطأنا في ذلك. تعال والله لا مش انه شوف الرماد كله علينا. ترى هو علاج يعني. ايش هو؟ رماد. لا ذاك الدخان. هذاك الدخان الله يرضى عليك. حبيبي. جيت تصرف هنا ما ينفع. زين؟ تذكرون اول برنامج كان يوم الجمعة اجتماع هناك. ايه كنا مرسمين. مرسمين مرة. اي والله. الله هاي كبر. مرة الواحد يتكشخ الاجداد تكشخ له ساعة. شايل الهم. لا طلع لك. بدي افضحك. وانت تفضحك والله انت ما ترتاح والله ما ترتاح انت جيب جري بس انا كله فضايح افضح افضح افضحكم مرحبا والنور يفعل النور يفعل لا جضارب يا عيال فرشة ذي مطنوخه دقيقه السنه دي كلها مرتبك. والله من زمان من زمان ادور خلاص اطفي ترى تنفقع تنفقع ذي بس خلينا تبقى شو اسمه ذي ولاعة شايف كيف؟ فهذه الحركة اللي قاعد اقول لكم عليها حمك الله ويقول لك يمديك العطس خططه ويمديك الحوارات تكون ملحنة كمان كيف يعني؟ يعني طفل يخاطب طفل الخطاب يكون بلحن فاهم مثلا إيه؟ تعال يا صغيري يا عبود يا شعرة عيني يا عنبة تقول انت سم يا يبا واسبح جيتك يا يبا وانا اركض برجليني يا يبا صحيح تركض برجلينك كذا اوفر ترى زي كذا واضحه ناخذ ملك الصفر انا اقول لك نشوف لنا نشوف لنا فكره والله بناخذ الصفر على هالصوت يا طيب حبيبي ما عليك زود تعال 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 روح جبيه تعال